من يشتريك. شكرا لك من السيسي على اختيار هدايا. توصلنا الهدايا للـ7:23. أليكس بخاصة فهمت تسويت الموعد يكون في بين الجهات. بين الجهات بين الجهات اليوم باش نمشيو للقسرين باش نحكيو على انطلاق في تنفيذ عمليات توزيع بطاقات لباس الخاصة بصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام في القسرين. تنطلق في توزيع البطاقات هذه منذ فترة. خلينا نتابعوا قداش من بطاقة توزعت، عدد المنتفعين والخدمات اللي تسهلهم بطاقة لباس اليوم لأهالي القسرين ومنخرطي الكنام في القسرين. معنا مباشرة مدير الصندوق الوطني للتأمين على المرض بجهة القسرين سي علي العبيدي، نقول له صباح النور. أهلا وسهلا. صباح النور، مرحبا. مرحبا بك يا سي علي، صباح الورد يا سيدي. سي علي، انطلقت منذ مدة في توزيع بطاقة لباس، هالبطاقة الإلكترونية الرقمية هذه اللي من خلالها باش تقدم مجموعة من الخدمات لمنخرطي الصندوق الوطني للتأمين على المرض في القسرين. لو كان نتابعوا معاك في القسرين إلى حد الآن، قديش تم توزيع من عدد البطاقات هذوم؟ صباح الخير لجميع المستمعين. في البداية حبيت نرحب بإذاعة إكسبريس اف ام وجميع المستمعين نتاعها، ونقدموا بطبيعة الحال الأرقام اللي ماهيش مشجعة بالنسبة لتوزيع بطاقات لباس بالنسبة لولاية القسرين. قمنا في مرحلة أولى كما تعرف كون المشروع هذا راه بدا من 2019 ولأسباب مختلفة تعطل، ثم عاودنا رجعنا في 2021 باش قمنا باتفاق مع الديوان الوطني للبريد للقيام هو بعملية إيكاله أو باش هو اللي يقوم بعملية توزيع بطاقات لباس في إطار اتفاقية بين ممضاة بين الإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض والإدارة العامة للديوان الوطني للبريد. المؤسف بالنسبة لولاية القسرين كونه الإقبال ماهوش الإقبال محدود. حتى ديزون بداية ديسمبر ما قمنا بتوزيع، بطبيعة الحال مشنا احنا إدارة البريد قام بتوزيع حوالي 19,000 بطاقة من جملة 53,000 بطاقة. يعني حتى ديزون بداية ديسمبر توزعت 19,000 بطاقة من أصل 53,000. قداش المدة الزمنية اللي توزعوا فيها من 19,000 بطاقة هذوما؟ بطبيعة الحال نحن رانا نحكوا على ثم زوز مراحل، المرحلة الأولى بداية 2019 ووقتها كانت 83,000 بطاقة وزعها الكنام بصفة مباشرة. بون لأسباب مختلفة تعطل مشروع بطاقة لاباس وعاودنا رجعنا في 2019، مش معنا الإدارة العامة رجعت في 2019 مكنت أو عملت اتفاق مع ديوان الوطني البريد باش يقوم هو بتوزيع بطاقات لاباس. نحن في المرحلة هذه الثانية بقاو لنا 53,000 بطاقة، وزعنا منهم بداية ديسمبر 19,000 بطاقة. بطبيعة الحال نسبة ماهيش كبيرة. هذاك علاش قمنا باقتراح بطبيعة الحال من الولاية، قمنا بعقد جلسة عمل للنظر في الإجراءات والسبل الكفيلة باستحثاث نسق توزيع بطاقات لباس. علاش؟ والله لهنا سالي سؤالي، فما خليني نقول هل فما مشكل من عند الكنام، فما مشكل من عند البوسطة، من عند البريد التونسي، ولا فما إشكال عند أهالي القسرين ما فماش الإقبال، هم ما عندهمش الرغبة في الذهاب للحصول على البطاقات هذه؟ لا، فما حاجتين. أول حاجة ما فماش إقبال. علاش ما فماش إقبال؟ لأنه ماك تعرف في عقلية المواطن أنه ما دام فما بطاقة علاج ورقية فما كرني، دونك لا فايدة في، يعني مش ماهوش يعني بطاقة لاباس ما دام باش تطبق كان في المستشفيات العمومية في مرحلة أولى معناها تستنى.
يعني انسان ما هوش يعني اذا كان مانيش مجبر عليها ما ناخذهاش. يعني اذا كان مانيش سيالي يعني اذا كان منطقي اذا كان مانيش مجبر عليها ما ناخذهاش. صحيت كان كذا انا جد واحد من الناس جتني تشكيات من الناس مشوا المواطنين مشوا لولايات اخرى طلبوا عليهم بطاقة لاباس. طلبوا عليهم بطاقة لاباس. معناها خطر في معناها في عديد المستشفيات الجامعية والجهوية وحتى المحلية معناها ثم في مناطق مختلفة يطلبوا بطاقة لاباس. به هذه حاجة الكون والعزوف ما ينجم يكون منطقي أحيانا لأنه طونكو معناها ماشي ما دخلتش بطاقة لاباس يعني ما أوقفتش العمل بالبطاقة العلاج الورقية معناها ينجم ينتظر لأنه البطاقة نتاعو ماهيش باش تضيع يعني به هذه حاجة. والحاجة الأخرى لكونه لاحظنا في ولاية القصرين ثم مفارقة كونتراست ثم المركز بريد المدينة ما فيش وقبال والمراكز المحلية معناها مراكز البريد في الجهات في المعتمديات وفي البلديات معناها هي اللي وزعت أكثر بطاقات وكانت للسجل معناها بالعكس أنه في مركز بريد المدينة اللي أكثر كثافة سكانية وأكثر كذا وفي وسط البلاد وكذا إبورتون الاقبال ماهوش كبير. يعني من جلسه العمل هذه قمنا بها في الولايه مع الاطراف المعنيه مدير جهه البريد مدير جهه الصحه من هاك الوقت معناه من ديزون من الاسبوع الاول نتاع ديسمبر الى حدود الاسبوع الاول نتاع جانفي معناها بريسك 5000 كارت تقريبا ما عنديش تقريبا 5000 بطاقة اللي توزع إضافة ل 19000 معناها نسق مش كبير. أما إن شاء الله معاها خاطر عنا كل مرة نعملوا جلسة تقييمية باش نحملوا كل الأطراف مسؤولية بما فيها الكلام ما عندناش مشكلة لكن عملية التوزيع توا هي من مسؤولية الديوان الوطني البريد ماهيش مسؤولية الكنام. واضح 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 سي علي شكرا ليك سي علي العبيدي مدير الكنام في القاسرين. دونك عدد البطاقات لاباس اللي تم توزيعها الى حد الان تقريبا في المرحله الثانيه هذه ينهز ال 24000 19000 مع 5000 بطاقه في الفترة الأخيرة تقريبا في الشهرين الأخرانيين. نسق ضعيف لتوزيع البطاقات هذه وتحديد المسؤوليات مهم جدا في أنه يتم توزيع البطاقات هذه اللي راه باش بلوتو دخلت حيز الاستعمال صحيح مازالت ما وقفتش بطاقات العلاج الورقية لكن على قريب ما عادش باش نستعملوا بطاقات علاج ورقية باش نستعملوا كان بطاقة لاباس البطاقة الرقمية اللي يحطها الصندوق الوطني للتأمين على المرض على ذمة التوانسة في كامل تراب الجمهورية. بعض الجهات شهدت إقبال كبير ونسق مرتفعة في إصدار البطاقات هذه وتمكين المواطنين منها وبعض الجهات فيها بعض الإشكاليات كيف القصرين إن شاء الله يتحل الإشكال هذه. الموعد تسويت في موجز الأخبار مع عامل الهاني راجعين بعد الأخبار في بيتش إكسبريس.